اقتداء بنهج أسود الأطلس في مونديال قطر، حضرت أسرة اللاعب معاذ لتقديم السند المعنوي لابنها، فبعد ساعات سيخوض مع فريقه مباراة حاسمة ضمن البطولة الدولية لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نلعب ضد فريق ريال مدريد، ضد فريق ستراسبورغ، ضد فريق بي إس في إيندهوفن، هادشي ما كيطرحش لنا مشكل. لا راني نلعب ضد الفرقه راه غادي نخاف، لا كندخلوا اي فرقه جات كنلعب نديروا لعبنا كنتقاتلوا مجموعين من الاول حتى الاخر. لمده 4 أيام تنافس لاعبو 12 فريقا لاقل من 18 عاما للفوز بلقب البطوله الخامس. 12 فريقا 7 دول كذلك أكثر من 400 إطار ولاعب يحضرون إلى هذا الدوري، كلهم من أجل اكتساب الخبرات، من أجل الاحتكاك بمدارس أخرى. أمام قوة المنافسين خرج فريق ريال مدريد الإسباني من البطولة في مرحلة الربع، بينما تأهل للنهائي فريقا الفتح الرباطي وأكاديمية أجيال السنغالي، فرق أخرى أغلبها أوروبي وادعت البطولة مبكرا. لدينا طموح في هذه البطولة ونلعب لنحصل على أفضل المراكز، جميع المتنافسين من مستوى عال ولديهم لاعبون متميزون والأندية من قارات مختلفة، والبطولة بحق محطة ليطور اللاعبون أدائهم. وبينما كان الجمهور يبحث عن الفرجة، كان 70 من مكتشفي المواهب جلهم من النوادي الأوروبية يبحثون عن أسماء صاعدة قد تفرض نفسها قريبا بين الكبار. بعيدا عن الأضواء في ملاعب الأكاديمية، عشق الساحرة المستديرة دفع شبابا طموحين في مدينة سلا العتيقة إلى تأسيس ناد لهم بإمكانيات بسيطة يحلم هؤلاء بالنجومية. ما كرهناش حنا هاد الوليدات هادو، لما لا يعزلوا منا واحد ولا جوج اللي تا هما يمشيو لاكاديمي وتا هما اللي ما لا يمشيو الاحتراف، وهذا يكون عندنا واحد الفارق كبير بلي هاد الفريق ديال المدينه العتيقه ديال سلا يعطي لاعبين تا هما واخا واحد ولا جوج زعما في الكره الوطنيه. وبالاضافه للشباب يراود الفئات العمريه الاصغر حلم التالق وهي تروض كره القدم. كان لافتا في الأوساط الرياضية أن النتائج التاريخية لأسود الأطلس في مونديال قطر منحت الشباب الثقة في أنفسهم لكسب الرهانات، خصوصا إن توفرت النية الصادقة والعمل الدؤوب. المختار العبلاوي، الجزيرة، الرباط.